وفيما يخص دائما التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، انقسم آراء الطبقة السياسية في البلاد من موالاة ومعارضة بين مثمن وطاعن في أهمية هذا التعديل. طاهر بن زين. ساعات فقط على انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حتى فاجأ الرئيس الجميع بإجراء تعديل حكومي جزئي شمل قطاع التجارة الفلاحة والشباب والرياضة، تعديل لم يخرجه الملاحظون من خانة المساعي العادية للرئيس بوتفليقة لتطبيق برنامجه. التغيير لم يحمل جديدا، وهو يعكس نفس الصورة التي عودها علينا الرئيس بوتفليقة والنظام في المجال التعديل الحكومي. فاعتقادي أن هذا التغيير فرضته بعض من التوازنات الموجودة داخل النظام، واقتضت بأن يكون هذا التغيير له طابع تكتيكي. تعديل شكلي كسابقيه لن ينهي بأي شكل من الأشكال فشل الحكومة في تلبية المطالب الشعبية، هو ما تراه أحزاب المعارضة التي اعتبرت تغيير بعض الوزراء باللا حدث. لا، هو إجراءات روتينية داخل الجهاز نفسه، يعني لا يأتي بشيء جديد، لا يقدم ولا يؤخر في شيء. والمشكلة ليست مشكلة أشخاص، كنا دائما نقول المشكلة ليست مشكلة أشخاص، النظام مش قادر باش يواجه المشاكل المتراكمة و يعني اللي تراكمت يعني خلال سنين طويلة، مش راه عاجز تماما على مواجهتها، وبالتالي عندما يبدل شخص بشخص فما هو الجديد؟ من جانبها رحبت أحزاب الموالاة بالتعديل الحكومي واعتبرته خطوة من الرئيس الذي يرى فيه ضرورة لضمان السير الجيد لمؤسسات الحكومة. هذا التعديل الجزئي مبني على أساس دراسة من شأنها تفعيل يعني القطاعات المعنية خاصة الفلاحة والتجارة، غاية منها وخاصة في هذا الظرف اللي يعني تهدف إلى إعطاء فعالية أكثر للقطاعات والوزارات خاصة في الظرف اللي تمر به البلاد. وبين مرحب بالتعديل الطفيف لحكومة سلة الأربعة ومنتعظ، يفتح هذا التعديل باب التساؤل حول الأسباب الحقيقية التي أبقت على بعض الوزراء رغم الانتقادات التي تلقوها.